Good morning, how are you today? Today we start in the science to answer the question page 52 and 53. ثامن احنا هيك مثل بنكون نهينا معكم وحدة او theme how weather changes, how weather changes وبدنا نحل اليوم اسئلته اللي هي بكتابك الساينس صفحة 52 و 53. Now open page 52 and 53. Question number one. Put a true for true and X for false. Can you give any reason why you said it was true or false? بدك تجاوب صح أو غلط وتعطي reason إذا أنت بتستطيع. إذا كان true شو reason وإذا كان false شو reason كمان. A. Weather change are mainly caused by the heat of the sun. هلا عنا التشينج اللي بتصير عنا in the weather بتصير بسبب heat of the sun. yes نحكي ايش true. okay true. yeah ثامن. hot air is heavier than the air the cold air. hot air is heavier than cold air. لا يا ثامن هاي ايش عنا false. okay false. الhot air is lighter than cold air. وهذا أخذناه عشان كيف بتكون البريز النسيم أو الويند. حكينا الهوت اير لما بصير لنا كتير سخن شو بصير له rises up لأنه شو بيكون lighter. okay lighter than cold air. okay طيب ننتقل للي بعديها يا ثامن. C. When clouds are formed close to the ground, they are called fog. لما يكون عندي زي الغيوم اللي تكون قريبة من الأرض هاي بنسميها fog يا ثامن. Yes, true. Okay. طيب السؤال اللي بعدي. Dew drops come from clouds. هلا الديو بيجي من clouds. نحكي false. الندى ما بيجي من clouds يا ثامن. من الغيوم. كيف بيجي عند الندى؟ نحكي أنه water vapor in the air condenses. الwater vapor in the air condenses يعني هي عبارة عن تكاثف بخار أو قطرات الماء بتكون عنا عالقة في الهواء بس ما بيسقط هو من الغيوم زي الوينتر زي الرين سوري أو السنو. okay طيب آخر إشي إيه بحكي لك seasons happen because of the regulation of the air. season بتصير عنا نتيجة regulation of the air. بنحكي falls. كيف بتصير عند الفصول الأربعة وأخذناها بعلوم رابع يا ثامن. نحكي الريزون revolution of the earth around the sun بسبب دوران الأرض حول الشمس. إذا السيزون بتصير عندنا revolution of the earth around the sun. okay دوران الأرض حول الشمس. question number two. name these. A. cooling of water. cooling of water vapor to form water. شو بنسميه هذا الكولينج ووتر؟ بنسميه ديو. it forms on plants in cold nights frost. farmers do not like it because it harms their crops. حكينا ما بحب المزارعين لانه شو بيعمل بيأذي او بيضر نباتاتهم او محاصيل المهمة. مين الفروست؟ okay D. The sweet cannot evaporate quickly in this weather. شو الوذر اللي ما بيكون فيه السويت بيقدر أنه إيش يتبخر بشكل أسرع اللي هو humid weather. humid weather الطقس الرطب. question number 3. how does the heat of the sun causes the wind to blow. كيف حرارة الشمس أو أشعة الشمس بتسبب عنا wind blow تدفق الرياح؟ بنحكي because the sun hit the air near the earth then it rises up because hot air become lighter. إذا كيف بتصير عندنا حركة الرياح؟ لأنه أشعة الشمس heat the air near the earth بتسخن الهواء القريب من الأرض. بعدين شو بيصير بهذا الهوت اير؟ بيصير عندنا lighter. فشو بيصير rises up بيرتفع للأعلى وبعدين بيجي مكان اللي هو مين الكولد اير. أوكي okay now page 53 question number 4. why does not fog form in summer. ليش الفوق الضباب ما بيصير عندنا بالصيف يا ثامن؟ فوق
نحكي because the air above the land is hot. الاير above the land بيكون عنا ايش؟ hot. okay hot. why do you feel very uncomfortable in hot and humid weather؟ ليش انت ما بتكون مرتاح يا مس لما بيكون عنا الجو hot و humid، حار ورطب؟ نحكي because it's very humid. because it's very humid يعني مثل الجو لما بيكون عندنا كتير رطب انت بتحس انه درجة الحرارة كتير عالية، بتحس بسخونة، بتحس انه في نقص اكسجين في الجو لانه بتكون عندنا نسبة البخار الماء عالية بالجو. ماشي يا ثامن؟ فبيكون لانه very humid رطب كتير. طيب ثامن، احنا هيك بنكون حلينا اسئلة بيج 53 and 52 ونهينا الثيم تبعتها weather change. اوكي المره الجايه رح نبلش معكم بثيم جديده. next you see you next time.